اللي حاصل بقاله 4-5 ساعات في العالم لا يصدقه عقل. محدش متخيل إن إحنا ممكن نوصل للمرحلة دي. طبعاً قبل كده كان في حوادث مشابهة ولكن مش بالحجم ده. للي ما يعرفش، وعلى فكرة محدش يضحك لأنه في ناس لغاية دلوقتي قاعدة بتفتح الراوتر وتقفل الراوتر، بتكلم شركات الاتصالات وتقول له واحنا ما دفعناش أول الشهر ولا إيه. في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش أن العطل كوني، لا مصري ولا إقليمي، نحن في عطل كوني. فيسبوك، فيس تايم، إنستجرام خارج الخدمة، وتأثر تويتر في مناطق في العالم، سواء كان في العالم العربي أو العالم كله، في أماكن فيها مشاكل في تويتر، في أماكن فيها مشاكل في عدد من التطبيقات الأخرى، ولكن مينلي أو بشكل أساسي إحنا بنتكلم على فيسبوك، بنتكلم على إنستجرام، بنتكلم على واتساب. وأنا تقديري إنه اللي مأثر مع الناس قوي الواتساب. يعني الفيسبوك ممكن تستنى شوية، الإنستجرام مش لازم تشوف صور النهاردة وتشوف مين لابس إيه وقلع إيه، إنما الواتساب عامل مشكلة للبشرية. إيه السبب وإيه الحكاية والموضوع؟ هنتكلم، لكن خليني أقول بعض الانطباعات لمواطن يعيش في دولة نامية أو برة بيقولوا عليها يعني دول العالم الثالث. عندي بعض الملاحظات الجانبية، يعني وجهة نظر. يعني نمرة واحد، إحنا بنكتشف كل يوم إن الغرب ده نمر من ورق. اكتشفنا ده وقت الكورونا، والآن بنكتشفه في المأساة اللي حصلت دلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعاً يرسم لك بقى الخوارزميات والخوادم والسيليكون فالي والاختراعات والذكاء الاصطناعي، وإحنا اللي مشغلين العالم، وبعدين فجأة بخ. ده يوم القيامة الإلكتروني. أنتم الآن تشهدون بروفا على يوم القيامة الإلكتروني، اللي هي الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي. فيشة، الفيشة اتشدت ومحدش عارف يعمل أي حاجة. الناس ديت ليست بالقوة اللي احنا متخيلينها، وليست يعني في المستوى اللي هو خالي من الأخطاء والكوارث. خالي من إيه؟ الأخطاء والكوارث. فدي الملاحظة الأولى، احنا بنكتشف انه مجتمع زي اي مجتمع في نفس المشاكل، في ثقوب، في نقاط ضعف، في مآسي. وطبعا لاننا تابعين، فما يحدث في الغرب يدفع ثمنه الشرق. عادي جدا، احنا ملناش يد في حاجه، احنا كل الوضع ان احنا قاعدين زي ما الميه بتتقطع عندك في البيت. هي الميه جت يا حسام؟ لا يا مديحة يا حبيبتي ما جاتش. احنا بنعمل ايه؟ كل شوية نكلم بعض. هو الواتس اشتغل يا حبيبي؟ لا لسه شوية. هو المش عارف ايه؟ لا استخدم سجن. هو المش عارف ايه؟ لا طب ما تاخد شوية تويتر. طب ما نرجع للاي مسج تاني. احنا مستنيين زي ما العالم كله مستني. ايه اللي حصل وايه الموضوع؟ هنتكلم. دي ملاحظة اولى هامة جدا، انا حبيت بس أقف عندها وأقف عند إنه يعني حضراتكم تركزوا معايا فيها. الملاحظة الثانية ببساطة، بقالنا 5 ساعات يا مؤمنين بنتعامل مع شركات، وطبعاً أنتوا عارفين جوجل كان وقف شوية وأمازون وقفت شوية، لم نعرف شيء. لم العالم لا يعرف شيء. التصريحات اللي طالعه من
هذه الشركات العملاقة المليارية الإفعوانية المهلبية لا تقول لك شيء. طبعاً ده لو عندنا احنا، فين الشفافية؟ فين المعرفة؟ فين؟ ولا يقول لك حاجة. طب يا باشا ده خطأ، لأنه أنتوا بتعملوا إصلاحات في الـ يعني الـ الأنظمة بتاعتكم، فأنت بتعمل الإصلاح ده حصل مشكلة؟ محدش بيقول. طب يا باشا ده هاكر، ده يعني قرصنة، في واحد بيقرصن عليكم وأنتوا 5 ساعات شركات التواصل لا تتواصل، لا تعرف عنها شيء. وعادي، عادي جدا، انا ما بقولش، وانا هقول في الوقت اللي انا عايزه. لو عندنا بقى، مش ممكن كده، عدى ساعه وما قلتليش الحكايه وفي مشكله وانا مش عارفه ايه الموضوع، لو سمحت رد عليا انا عندي مشاكل. انما احنا قاعدين نقول له ايه؟ يلا يا بطاطا، يلا يا حبيبي شغل، البت واقفه مستنيه ولازم ابعت لها الواتس، الراجل مش عارف عايز ايه، احنا مستنيه. طب هو اشتغل؟ طب معلش، ما هم برضو الناس دول تعبانه، ما احنا كتير، ده احنا بالمليارات، ده احنا مش عارف ايه. انما لم يقل احد لنا شيء، وفي الغالب لن يقل احد لنا شيء، محدش هيقول لنا حاجه، محدش هيقول لنا ايه اللي حصل او ايه الموضوع او ايه الحكايه. طبعا هناك عقاب مادي، يعني مثلا الأخ زكربيرج بتاع فيسبوك وواتساب خسران في الكام ساعة دول 7 مليار دولار، 7 مليار دولار. طبعا هيردوا تاني، هو ما خسرهمش يعني يبيعوا شراء، إنما هو خسران لغاية دلوقتي مبالغ زي دي. لو نشوف الانخفاضات، لو سمحتم الشاشة اللي على يميني، لو نشوف الانخفاضات، فيسبوك نازلة تقريباً 6%، ألفابت اللي هي الشركة بتاعت جوجل نازلة قرب 3%، أمازون 3%، تويتر 6.5%، رغم أن تويتر النهاردة هي الملجأ، ولكن أيضاً في مشاكل كثيرة ومحدش بيقول لنا إيه الموضوع. طيب السؤال اللي كل الناس بتسأله مستغربة، طب إحنا فهمنا أنه دي الخوادم بتاعت فيسبوك والخوادم بتاعت واتساب دي شركة واحدة، هم حاطينهم الاتنين على فيشة واحدة، فالفيشة اتشالت أو باظت الاتنين وقعوا مع بعض مع الانستجرام. طب فما بال أي مواقع أخرى؟ يعني تويتر تبوظ ليه؟ أمازون تبوظ ليه؟ جوجل تبوظ ليه؟ يقولون يا سادة إنه في واحدة ست طلعت على التلفزيون اتكلمت وكشفت المآسي اللي بتحصل في فيسبوك، اهي القمر دي طلعت على الفيسبوك وقالت لهم انه الفيسبوك ده بيعمل كل الاشياء المشينه،